عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله ثلاثة، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنع. قل العيش الهنيء نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش.